فعلا لما دكتور اسعاد ودكتور امير اتفقوا ان التشخيص قد ايه ديبيت، فالتريتمنت هو ديبيت تاني. ديبيت تاني علشان اكتر من حاجه ان احنا بنلاقي كوموربيديتي عاليه جدا، ويمكن الكوموربيديتي الواضحه السويسايدل. وطبعا كوني بعالج حد وانا عارفه ان في قنبله موقوته اسمها سويسايد، فانا لازم اتشك كل شويه. وموضوع السويسايد انا فوجئت في الاستاديز بيوصل ل 85% ايديشن وحاجه و60% اتمت، فده طبعا معدل غير عادي. الديبيت التاني ان احنا هنحتاج بولي فارماسي، طالما في كوموربيديتي فانا محتاجه بولي فارماسي. مش بس كده، كمان البولي فارماسي ده السايد افكتس كمان للادويه في الاطفال بيبقوا هايلي سنستيف، يعني وانا بدي دواء لازم اخد بالي قوي، يبقى انا عندي اكتر من مشكله. المشكله الاخيره بقى ان احنا هنفاجئ ان انا مطالبه في الليثيوم ليفل ان انا اعلي عن الادلت ليفل، يعني احنا في الادلت ليفل من 8.1 و1.2، لا انت في الاطفال علي اكتر. ليه؟ لان الليفل بتاع البرين ما بيعكسش الليفل اللي في السيرم، العكس. الليفل بتاع البرين بيبقى اقل، يعني لو انا في السيرم واصله 1 ملي ايكوفالنت بر لتر، تاكد ان هو في البرين حوالي 6.1، فانت في الحاله دي هتلاقي الريسبونس مش حلو. فالاطفال لا، علي ما تقللش. ده الديبيتس اللي احنا بنقابلها في الاطفال. لو احنا هنتكلم بقى عن الجايد لاينز بتاعت العلاج، انا طبعا الاستاديز في الاطفال قليله واحنا متفقين على ده، وزي ما دكتوره سعاد تفضلت وقالت هو السندروم نفسه جديد علينا، فكل الابحاث اللي معموله على الاطفال تتعدى على الصوابع، لكن احنا هنكون يعني هنحاول نكون ستيكي ليها. الادويه اللي انا هذكرها واخده ليفل اوف ايفيدنس اوف ريتنج، في حاجات واخده ليفل 1 او 2 او 3 او 4، ده متوقف على ايه؟ على قوه الاستادي اللي اتعملت. يعني ليفل 1 ده معمول عليه ميتا اناليسيز، ومعمول عليه دبل بلايند كنترولد ترايل بلاسيبو كنترولد، وبالتالي هي مصداقيتها اعلى. الليفل 2 برضه نفس الكلام، بس ما عملتش ريبليكيتد ستاديز، هي كانت جاست 1 دبل بلايند. ليفل 3 هي معمول دبل بلايند ومش معمول ميتا اناليسيز. ليفل 4 الحاجات اللي هتاخد معانا كلينيكال اكسبيرينس مش اكتر. هنتوقع طبعا اللي هنلاقيه ليفل 1 و2 غالبا هيبقى فيرست لاين في العلاج، والواخد ثيرد ليفل هيبقى سكند لاين، اما اللي واخد فورث ليفل هيبقى ثيرد. في بقى ليفل رابع اللي هم ما طلعوش افكتيف خالص، دول هياخدوا فيرست لاين في العلاج معانا. ده كده يعني باختصار عشان هنسمع دلوقتي واحنا بنعالج كلمه ليفل 1 و2 و3 و4. اوكي، لو احنا بنتكلم بقى عن علاج التشايلد وود باي بولا، فاحنا هنتبع نفس القواعد العامه بتاعتنا، ان احنا عندنا اكيوت مانجمنت وعندنا كونتينيويشن وعندنا مينتننس، نفس الكلام. ولو انا ما لقيتش ريسبونس فنفس اللاينز اللي انا بتدخل بيها، يا اما بعمل سويتش يا اما برجع تاني اعيد التشخيص بتاعي اراجع عليه او اشوف كوموربيديتي اند سو اون. طيب لو احنا شخصنا وتوصلنا الحمد لله للتشخيص ان هو اكيوت باي بولر مانيا، هنعالجه ازاي؟ بيقولوا ان الفيرست لاين عندنا هو الليثيوم، والليثيوم في معظم الاستاديز اللي اتعملت خد ريسبونس ريت بيوصل 55%. غير كده ان هو ابروفد زي ما احنا شايفين من سن 12 ل 17، يليه الريسبيريدون برضه ليفل 1، الايبوبرازول والكوتايابين واخدين ليفل 2، الريسبونس ريت بتاعهم كان اعلى على فكره ولكنهم واخدين ليفل 2. اف دي ابروفال بتاعهم من 10 ل 17، وبس مش كده، كمان تفوقوا على الليثيوم بالكويك ريسبونس، يعني لو انا بتدخل بالانسايكوتكس اتوقع ريسبونس اسرع. السكند لاين هو الاولانزابين، بالرغم ان هو ليفل 2، احنا قلنا ليفل 1 و2 المفروض يبقوا فيرست لاين. الاولانزابين ليفل 2 ليه؟ لان المقياس مش بس قوه الاستادي، لا التولرابيلتي كمان معايا، يعني انا بقيس بقوه الاستادي والريسبونس، وبقيس كمان بالتولرابيلتي بتاعت الدواء، وبقيس بالسويتش للريسك، لو في هاي ريسك اوف سويتش ده في الحاله دي برضه هينزل الليفل بتاعه شويه. فالاولانزابين اول واحد نزل منهم مع انه ليفل 2 في الاستاديز اللي اتعملت عليه، لكن كان سكند لاين. وزي ما قلنا ده عشان السيفتي والتولربيلتي والريسك اوف سويتش. الابروفال بتاع الاولانزابين هنلاقيه اعلى شويه من 13 سنه، يمكن عشان السايد افكتس طبعا. الثيرد لاين كان المفاجاه اللي هو الفالبرويت اللي احنا بنعتمد عليه كتير قوي في الادلت، لا الفالبرويت هنا بينزل بياخد ثيرد لاين، وده بسبب اكتر من حاجه، ان الاستاديز اللي اتعملت عليه ادى فيها للاسف ريسبونس ريت قليل قوي، ما كانش افكتيف قوي عن البلاسيبو، ما كانش عالي. غير كده كمان في حاجات تانية بقى رفعته وخليته معانا ثيرد لاين، هو لو احنا بنعمله بالاستاديز كان المفروض يطلع خالص، بس هو اتحط ليه؟ اتحط علشان اكتر من حاجه، ان هو له لونج هيستوري طبعا امانج الادلت. غير كده كمان ان اتعملت عليه اوبن ليبل استاديز وكان بوزيتيف فيها، استنى حاجه ميه، كان فيها بوزيتيف. الاوكسكاربازيمين ده ما كانش خد معانا اي ليفل خالص، لان الاستاديز اتعملت عليه هو ما طلعش سوبيريور للبلاسيبو، بل بالعكس كان اقل. تمام، فالاوكسكاربازيمين طلع. في استادي اتعملت لطيفه جدا
بقى بتقارن الثلاثه ببعض، يعني بتقارن الليثيوم بالريسبيريدون بالفالبرويت، ولقت ان الريسبونس ريت اعلى مع الريسبيريدون يليه الليثيوم يليه الدايفالبيركس. ويمكن ده ياكد لنا نظريه الكلينيكال بيكتشر شويه، ان احنا الاعراض مش مود اكتر بقدر ما هي اريتابيليتي، يعني هي فعلا الاعراض نحس انها ماشيه مع الانسايكوتكس اكتر، هو اللي بيعمل لها كنترول. وفعلا الانسايكوتكس هتتفوق جدا على المود الاستابلايزرز هنا معظم الاستاديز. يعني بما ان الليفل 1 فيه ريسبيريدون وليثيوم، الليثيوم صعب جدا عشان الثيرابيوتيك اندكس قليل، يعني العيال شرب ميه كتير، العيال عنده دايريه دي او اي، تمام ده حضرتك بتقصد اكسبلانيشن تاني. التوكسيستي وان انت الاي سي ليفل في اطفال يمكن صعب نغيره، بما ان هم ليفل 1 فكان الريسبيريتون فيرست تشويس بالذات مع الريتابيليتي وكده، ويكون الليثيوم هو السكند لاين. لو الريسبيريتون مثلا ما جابش، هو الريسبيريدون يتفوق مش بس في الريسبونس، في الكويك ريسبونس كمان. أوكي. يعني الانسايكوتيك ليها كويك ريسبونس في الكنترول جدا. أوكي. في الاستاديز. لو احنا بنتكلم بقى عن الاكيوت بايبولر ديبريشن، اول واحد وده كان بالنسبه لي مفاجاه حقيقي هو اللورازيدون. يعني احنا يمكن يعني انا لسه بقول له من حظكم فعلا، اللورازيدون معمول عليه ستاديز اخر حاجه هي ذكرتها حتى الدكتوره 2017 اتعملت ستاديز على اللورازيدون، وبيقولوا ان هو لو 20 مللي لمده سنه كامله بيعمل كنترول كويس جدا على السيمتوم بتاعت البايبولر في الايرلي اونس. السكند لاين بقى هو الليثيوم واللاموتريجين، ودول ليفل 4 في البايبولر ديبريشن، واللي اتعملت عليهم كان اوبن ترايلز، لسه ما اتعملتش عليهم راندومايز كنترول ترايلز، واللي برضه بشفع لهم ان هم يدخلوا سكند لاين برغم ان هم ليفل 4. الكلينيكال اكسبيرينس بتاعتنا معاهم في الادلت، والسترينث اوف ايفيدنس بتاعهم اللي احنا عارفينه طبعا، وان هم مدين نتائج كويسه في الادلت، فده اللي دخلهم معانا كسكند لاين برغم ان هم ليفل 4. جاي اهو ليفل كام؟ ثيرد لاين. لا ليفل 1 لا ثيرد لاين ليفل 1 بس علشان السايد افكتس. هي فعلا الاولانزابين للاسف اذا تواجد في الاطفال فاحنا نذكر جدا السايد افكتس بتاعته. كل الاستاديز اللي اتعملت طلع ديابيتس عالي جدا، والميتابوليك سندروم عالي، والاوبيزيتي بيعلي بطريقه غير طبيعيه، فده اللي خلاه دايما عمال ينزل تحت قوي الاولانزابين. ده النيو ترند في التريتمنت، كان زمان بس احنا بنبص على افكاسي وايز، ودلوقتي التولرابيلتي بقى اهم حاجه. يمكن الافكت بروفايل مهم، حتى في الانتي ديبريسنت عاملين تقسيمه جديده ليها، ان احنا نحط الافكاسي والتولرابيلتي ونحط البيست تريتمنت. صحيح. فدي نقطه مهمه. طبعا الضيف بتاعنا اللي دايما في البايبولر ديبريشن الكوتايابين، وات اباوت كوتايابين؟ للاسف الكوتايابين حقيقي خد ليفل 2 نيجاتيف، يعني اتعملت عليه 2 ستاديز راندومايز وفي الاثنين طلع اقل من البلاسيبو، فهو هيطلع بره. لكن في ناس دفعت عنه برده وقالت الافكاسي في الادلت والكلينيكال اكسبيرينس مي ريكومند ات از ثيرد لاين. الاي سي تي ليها مجال عندنا اكيد، وموجوده طبعا في الحالات اللي هي ما بتديش ريسبونس مع الادويه او ما بتبقاش توليريتد للادويه بتاعتنا، فانا ممكن ادي اي سي تي في الايرلي اونست. الهايبومانيا التريتمنت بتاعها كله ما فيش اي ستاديز في الاطفال عليها، لكن كلها عن الادلت. ده كان سايكوفارماكولوجي. طيب الكونتينيويشن والمينتنس بتمشي علينا نفس الرولز. العيان لو هي ابيسود واحده فانا بعمل كونتينيويشن لمده من 6 شهور لسنه، لو اكتر من واحده فانا مضطر ان انا ازود عن السنه اخليهم سنتين. طب لو اكتر من كده لازم يبقى بوينت اوف ديسكشن مع الفاميلي، لان احنا هنحتاج ندي علاج فترات طويله. ودايما في التشايلد سايكاتري في البايبولر بالذات مساله النقاش مع الفاميلي وكل المعنيين مهمه، لان هي قصه ريسك بينيفيت. انا عايزاه الاتشيفمنت بتاعه يبقى كويس، وفي نفس الوقت انا عايز ادي دواء فترات طويله، وزي ما احنا شفنا الكوموربيديتي عاليه والسايد افكتس للادويه عاليه، فانا محتاجه دايما النقاش. دي مش حاجه تضعف الموضوع، بالعكس احنا لازم نتناقش ونوصل للدواء التولربل اللي هيحقق لنا احنا الاثنين ان احنا نستمر. طيب السايكوسوشيال ايه وضعه؟ السايكوسوشيال تريتمنت برضو هنا بيتفوق في اكتر من طريقه واخده بروميس. كل الطرق بتاعت السايكوثيرابي اساسها حاجتين مهمين قوي، السوشيال او البروبلم سولفنج يعني والكوميونيكيشن مهمه، والايموشنال ديستربنس والكنترول بتاعها، لان هم دول المشكلتين الاساسيين اللي في البايبولر، موضوع الايموشنال ريجوليشن وموضوع السوشيال انتراكشن. الكوموربيديتي زي ما قال الدكتوره اميره الكوموربيديتي كتير، فانت صعب قوي يجي لك حاله بايبولر بس،
يعني تكاد تكون مستحيله حقيقي. لكن اللي احنا بنشوفه ان عيان البايبولر اللي انا شخصته النهارده كان قبل كده اي دي اتش دي، يا اما كان اوبوزيشنال، يا اما كان المهم ان انا قدام كوموربيديتي. طب هتدخل ازاي؟ بنقول ان في قاعدتين مهمين قوي في الكوموربيديتي. اول حاجه حضرتك لازم تكونترول البايبولر الاول، يعني اذا تواجد البايبولر مع حاجه تانية فبليز كنترول البايبولر الاول. ليه؟ لان ممكن لما تعمل كنترول للبايبولر الاي دي اتش دي سيمتوم تتحسن، الهايبر اكتيفيتي والاريتابيليتي تتحسن، فانت مش هتحتاج تضيف حاجه تانية. الحاجه التانية، الحاجات اللي ممكن يدخل فيها السايكو سوشيال بليز ابدا بيه الاول، لان برضو السايكو سوشيال ممكن يحسن العيان من غير ما يحتاج دواء خالص، وخاصه في الحاجات اللي فيها اوبوزيشنال ديفيانت او الحاجات دي كلها. طيب وانس ان انا شخصت خلاص وانا قدام كوموربيديتي وعاملاني مشكله، هعمل ايه؟ لو انا كوموربيد اي دي اتش دي فمتاح ان انت تدي ستيمولانت، ولغايه دلوقتي كل الاستاديز ما اثبتتش ان في سويتش، يعني ان انا اضيف ستيمولانت مع مود ستابلايزر ما فيش حاجه، كلها لسه اوبن ليبل ولسه ما فيش حاجه فاينل في الموضوع ده. هي متوقع، لكن في ستادي واحده ذكرت اوبن ليبل يعني قويه بعدد كويس قالت لا ما فيش اي حاجه حصلت كسويتش يعني. الكوموربيد انكزايتي هنتدخل بالاس اس ار ايز بس اندر امبريلا اوف انتي مانيك. خطر كبير ان انا ما احطش الامبريلا دي طبعا. بالظبط، اللي هي القاعده الثانيه دي ان انا اكونترول الاول. بالظبط. بس حته بتاعت الريسك يعني كده كتير كتير للاسف، سواء كان ادلت سواء تشيلدرنز. مشكله الايفيدنس ان احنا عندنا النمبر نيد التريت اللي هو انت عايز كام عيان عشان واحد يتحسن 37. انت ديبريسن في الباي بولر يعني تدي 37 عيان عشان واحد يتحسن. وطبعا السويتشنج والرابيد سايكلينج والمشاكل بتعوق الموضوع كتير. بالنسبه بقى للسبستانس برضه بنتدخل ولازم ان احنا بنعالجه. ويقال ان الليثيوم هو احسن حاجه تختارها كمود ستابلايزر لما يبقى فيه كوموربيديتي سبستانس. في بعض البوينتس بس اللي هنعمل عليها هايلايتنج كده، ان السكند جينيريشن افكتيف اند بوتنشلي سوبيريور تو اذر انتي مانيك، هاويفر ذي ار اسوشيتد ويز سايد افكتس. الليثيوم رول في البايبولر في الاطفال اقل من الادلت. الانتي ابيليبتكس ماي بي ليس افكتيف ذان اذر انتي مانيك. الشايلد هود اونست بايبولر بيتطلب مني كومبريهنسيف ابروتش، ان انا محتاج سايكوفارماكولوجي ومحتاج سايكوسوشيال ومحتاج حاجات كتير. كلينيشن شوت فوكس اون ذا موست اكيوت اسبيكت ليتر الكوموربيد، يعني يركز الاول ان انت تكونترول المانيا بعد كده شوف اللي بعد كده. البيشنت سيفتي مهمه جدا، لان زي ما بقول لكم انا نفسي صدمت حقيقي من الاستاديز بتاعت السويسايدال في البايبولر في الايرلي اونست. الايديشن بتوصل 85%، الاتامبت توصل 65%، فطبعا ارقام خرافيه. فلازم انا كونتينيوسلي كل ما اقابل العيان حتى في الفولو اب اعمل تشيك على موضوع السويسايداليتي. اديشنال ريسيرش از نيدد في التشايلد.